تمام. لو انت بتفكر تشتري موبايل جديد، اوعى تجيب اي واحد من الموبايلات اللي هقولك عليها دلوقتي. ديت موبايلات انا جربتها كلها بنفسي، ومعظمها كمان عملت له مراجعة على القناة هنا لو انت حابب تتفرج عليه. بس هي موبايلات بتخليني اسأل ايه اللي ممكن يخلي حد يجيبها. لو انا حد من صحابي او من الناس القريبين ليا سألتني عنها، بقول له بلاش، روح للموبايل التاني دوت احسن. علشان كده دوت اللي هنعمله هنا بالظبط، هقولك على شوية موبايلات مش مفروض تشتريها. اول موبايل ويمكن يكون اغرب موبايل بالنسبه لناس كتيره جدا على الليسته ديت، هو سامسونج جالاكسي A72. وبصراحه مشكلتي مع الموبايل دوت مش ان هو وحش، على قد ما هو مش بيقدم حاجه مختلفه تماما عن A52. A52 هو يعتبر A72، مفيش اختلافات ملحوظه ما بينهم تخليك تزود فرق الفلوس ده. نفس المعالج، الشاشه في A72 اكبر، حاجات بسيطه قوي مش اكبر بفرق كبير. الكاميرا الاساسيه تعتبر هي نفس التجربه، وكل حاجة عموما في الموبايلين دول هما نسختين من بعض مش مختلفين تماما. فايه اللي يخليك تزود فلوس علشان تاخد موبايل زي A72 وانت عندك نفس المميزات ونفس الحاجات الكويسة جدا اللي فيه بسعر ارخص كتير، واللي هي موجودة طبعا في A52، واحد من اكتر ومن احسن الموبايلات اللي برشحها في الفئة المتوسطة. لو انت معاك دلوقتي 7000 او 8000 جنيه وعايز تشتري موبايل في الفئة السعرية ديت، عندك كذا اوبشن تاني، منهم الشاومي مي 10 تي برو، ومنهم الاوبو رينو 5 5G، وفي موبايلات تانية هتنزل قريب في الفئة السعرية ديت قلت للناس بسببها على فيسبوك برضو يستنوها. فانا افضل ان انت لو معاك اكتر من 7000 جنيه تستنى شوية صغيرين، عندي تسريبات وشوية موبايلات نازلة السوق قريب حلوة. وطبعا هيبقى افضل ان انت تستنى الحاجات الجديدة ديت، هبقى اعمل فيديو عنها بالتفصيل، فتابعني الفترة اللي جاية. ننزل على الفئة اللي هي ارخص منها شويتين، واللي هي الفئة بتاعت 5000 جنيه. في السعر دوت عندك موبايل زي الاوبو A94 او الاوبو A94، موبايل برضو كنت عملت له مراجعة قبل كده، وكانت مشكلتي معاه الرئيسية ان انا مش شايف له اي ميزة، في حين ان اوبو نفسها عندها موبايل في السعر ده تاني، واللي في حين ان اوبو نفسها عندها موبايل تاني في نفس السعر، واللي هو الاوبو رينو 5. حرفيا الاي 94 تحس ان هو نسخة سيئة من الاوبو رينو 5، بيديلك معالج اضعف بشكل ملحوظ، بيديلك تجربة كاميرات اقل، بيديلك سرعة شحن اقل، بيديلك كل حاجة، حتى لو هي ممكن تبقى كفاية لبعض الناس او مرضية لبعض الناس، بس الرينو 5 بيقدمها احسن، فايه اللي يخليك برضو تجيب الاي 94؟ ولو انت مش من الناس اللي بتحب اوبو عموما، عندك كذا موبايل تاني في السعر ده كويس، منهم الاي 52 اللي انا لسه قايل عليه من شوية، منهم برضو الشاومي مي 11 لايت، واحد من الموبايلات اللي انا حبيتها جدا في السعر دوت، وفي موبايل كمان موجه للجيمرز تحديدا، واللي هو البوكو اكس 3 برو. فدوت الموبايل التاني اللي انا مش برشحه، اللي هو الاوبو اي 94، وديت البدايل بتاعته واللي منها عملت له برضه مراجعه على القناه. طبعا انصحك ان انت تتفرج على المراجعه الكامله بتاعه كل جهاز فيهم علشان تعرف العيوب والمميزات بتاعته وايه اكتر موبايل مناسب بالنسبه لك. الموبايل الثالث وارخص فئه سعريه فيهم، وهو النوت 10 5G. ومن الاسم بتاعه واضح انا ليه مش برشحه تحديدا هنا بالنسبة لنا في مصر، هو ان الموبايل ده بيقدم لك ميزة واحدة قوية جدا. الميزة ديت هو انه بيدعم الشبكات الـ 5G اللي اصلا مش شغالة في مصر. فشاومي بصراحة بتنزل لنا فعلا موبايلات كتيرة جدا، وبالتالي حاجات بتدخل ترشيحاتي وحاجات تانية بتبقى مش هي ديت المناسب ان انت تشتريها. النوت 10 5G موبايل من الموبايلات ديت ان هي مش بتقدم لك ميزة قوية او حاجة تخليك تشتريه، في حين ان انت عندك بدايل تانية احسن. البديل التاني اللي انا قلت عليه في المراجعة بتاعته اصلا وما زال هو نفس البديل، النوت 10S، قريب جدا منه في السعر ولكن مواصفاته احسن، وهيقدم لك تجربة عموما تعتبر افضل بشكل ملحوظ عن النوت 10 5G. فدول ثلاث موبايلات مش مفروض تشتريهم، مش مفروض ان انت تحط فلوسك فيهم، لان انت عندك بدايل احسن. اشمعنى اخترت ثلاث موبايلات دول تحديدا اللي اتكلم عليهم في الفيديو؟ هو انهم من احدث الموبايلات اللي موجوده في السوق. ديت موبايلات بتتباع دلوقتي وموجوده في المحلات، وناس كتيره بتبعت لي تسالني المفروض ان هم يشتروها ولا لا. ولكن طبعا في موبايلات تانية كتيره جدا مش برشحها، وفي موبايلات انا شايف ان هي ممتازه، هي ديت المفروض تفكر فيها دلوقتي في 2021. فمهم جدا انك تكون متابع القناه علشان تعرف اول باول ايه احسن الموبايلات اللي موجوده وممكن تشتريها. الفيديو دوت واحد من الفيديوهات اللي انا بحب اعملها بدون سكريبت، بيبقى مجرد دردشه بالنسبه لي، وبحاول اقول لك نصيحه تفيدك بيها. فلو انت بتحب الستايل دوت من الفيديوهات قولي في الكومنتات علشان اكتر منه. وطبعا ما تنساش تدعمني بانك تعمل لايك وتدوس على زر سبسكرايب. وبس كده، كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.